انا دحت لك لهم مشان اختك ما تسمع الكلمتين اللي بدي لك اياهم. انا مالي رضيان انك تعيشي انت واختك لحالكم هيك بالبيت. طيب شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نتجوز، نتجوز وبتكون معكم مشان احميكم. لك شو جنيت انت؟ شو بدنا نتجوز؟ اخي هربان وامي بالحبس. ولك ما انا عملت هذا الشيء كلياته مشان اتجوزك. انا كذبت على اخوك جابر، قلت له انه فارس عم يتلصلص على حريمكم بالبيت منشان اتخلص منه بقى. شنو لسه كل ما بدي اتجوزك بيطلع لي بقصة، شي بيقول لي ابوكي مات، شي بيقول لي ستك ماتت، شي عم نستنى وحدة قرايبتنا لتجي وبعدين بس ما اجت ماتت. خلاص بقى انا شلون بدي اتجوزك اذا ما عملت هيك؟ بتقوم بتبلي امي واخي هيك بلوي الله يوفقك. شبك عاجز تصرخي وتعلي صوتك؟ انا ما كان جايب بالي انه امك تنحبس. بعدين اخوك جابر بالحفظ والصون انا خبيته عند واحد رفيق هون اجير الفران، بس كل القصه اللي صارت ما كان بحساباتي كلياتها انه امك تنحبس. بيت صاحبك وين؟ هون بالحاره؟ لك ايه هون قريب بالحاره. نخلك هو عرفان شو صاير بامي؟ لا ما عرف بالمره، شنو انا نبهت عليه لحده وقلت له حسك عينك تجيب له سيره لجابرها قطعه للسانه. هلا المهم يميلي من هالسيره كلياتها ولا بتصرف. خلينا نتجوز، شو قلتي؟ موافقة؟ لك ايه والله ما بصير من دون ما اخذ اذن امي. لا حول ولا قوة الا بالله، لك انت بدك تجنيني؟ خلص منروح انا وياكي على الكركون وبنحكي مع امي، وامك رح توافق مثل ما عم قلك. ليش؟ رح تقول وتأمن عليكم انه انا رح اسكن معكم هون انت واختك، وغير هيك لا احميكم من ولادين الحرام. لك افهمي علي شو عم حاكيكي؟ خلص لا تبسبسي ولا تحكي ولا كلمه، بتعملي مثل ما عم قلك عليه، فهمتي؟ رح استناكي يومين ثلاثه، فوتي هلا ببعث اشوفك، فوتي. يلعو قلبك. جابر جاي احكي معك كلمتين، واذا بتوافق عليهم رح سامحك على كل شيء عملته معي. اذا ما وافقت؟ والله بس اعرف الحقيقه بدك توافق. حقيقه شو؟ هون بدنا نحكي؟ شرف يلا. نحن يزباشي لا يفهم لا يستوعب. يك إذا أنت حمدي لم تعترف وتقول حقيقات هلا نزل أنت على الفلكات. يلا سيدي. هو اللي جبرني على هذا الشيء، وأنا كنت خاطب أخته وبدي أتجوز على سنة الله ورسوله، بس كل فترة وفترة بيأجل لي الموضوع. شي مات أبوه، شي ماتت سته، شي قرايبته جاي. وما لقيت غيره تعلقوا معي؟ لأنه شفته عم يتقرب منك كتير وخفت، خفت يفسخ خطبة أخته ويعطيك إياها لألك. وهذا اللي بده يصير. ايوه شو قصدك؟ طلق أختي. سمعت بإذنك؟ هو بيقول أنه أنت إذا لم تطلق أخته سوف تبقى محبوس في سجن. أختك طالق. يلا خذوه على الحبس. يلا ليش سيدي؟ أزاد ضيقة تحرك. لا تقول ليش، هو أسقط حقه عليه، لكن فارس يشتكي عليك، له حق عندك. يا سيدي يا فارس اسمع، يلي ضربك بالسكين جابر مو انا، فشو دخلني انك تشتكي علي؟ وانا بدي سامحه له، بدي احبسك الك. تحرك. انت يا الله كل واحد يروح في حال سبيل. سيدي عفوا بس مشان امي. اسكري اسكري. طلع ام جابر من الحبس. يلا يلا خذ امك. يلا صحيح.
مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله اللي خلصت القصة وشفتكم بخير وسلامة يا أولادي. الله يسلمك يا أمو. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك أخي. الله يسلمك أختي. شو جملو؟ ساعتك زعلانة ولا؟ صراحة خجلانة منك من أمي كتير. أنت مالك علاقة باللي صار، والحمد لله انكشف حمدي قبل ما تتجوزي. أنا الحق علي، يا ريتني لا رضيت فيه ولا خطبت له، وهلأ رح يجيكي عريس أحسن منه 100 مرة. ومين هو هالعريس؟ فارس. هي بدها زغوطة يا عمو.